بدأت في المركز الرئيسي للإدارة العامة لصندوق صيانة الطرق والجسور بعدن تدريب المجموعة الثانية من موظفي الصندوق ضمن البرنامج التدريبي القائم حول أساسيات الصحة والسلامة المهنية. وخلال تدشين أوضح المهندس مختار المفلحي مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة أهمية الجهود القائمة من قبل قيادة الصندوق في استهداف الكوادر ببرنامج تدريب وتأهيل حول السلامة المهنية أثناء العمل للموظفين والعاملين، والحرص عليهم بالمحافظة على صحتهم التي تعد رأس المال الحقيقي في التعمير، متمنيا من جميع المشاركين استغلال الفرصة في الاستفادة القصوى من المعلومات المهمة المتعلقة بالمحافظة.